بمناسبة أربعاء الرماد وبداية الزمن الأربعيني، أقيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم قداس احتفالي ترأسه كاهن رعية اللاتين الأب رامي عسكرية، بحضور عدد كبير من معلمي وطلبة مدرسة تيرا سانتا وجموع كبيرة من المؤمنين. تفاصيل أوفى حول هذا الاحتفال الديني في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت الكنيسة التي تسير حسب التقويم الغربي بأربعاء الرماد، ففي كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم أقيم قداس احتفالي ترأسه الأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين في مدينة بيت لحم بمساعدة كهنة الرعية، حيث يذكرنا هذا اليوم ببداية الزمن الأربعيني المقدس الذي يعتبر من أهم الأزمنة في الكنيسة، وهو زمن التوبة استعداداً للفصح المجيد وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. فكان القداس احتفالياً بحضور عدد كبير من معلمي وطلاب مدرسة تيرا سانتا وحشد كبير من الأهالي والمؤمنين. وبعد تبريك الرماد المقدس من قبل الأب رامي والصلاة بالكلمات الواردة في سفر التكوين: أذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب ستعود، والذي يذكرنا بأصل ومسيرة الإنسان على هذه الحياة. هنا ترسم إشارة الصليب المقدس بالرماد على جباه المؤمنين صغيرا وكبيرا بقول الآباء: توبوا وآمنوا بالإنجيل. أوقت عيني دمعة في حوضها طفلا وبهذا الزمن يجب علينا أن نعيش الصوم بوجود الكتاب المقدس بالصلاة وأعمال الرحمة والصدقة، حيث تدعونا الكنيسة إلى التوبة استعدادا لقيامة الرب. احتفلنا في بداية الزمن الأربعيني زمن التوبة والصلاة والتقرب إلى الله، زي ما حكى الكاهن بالوعظة اليوم، إذا هو زمن إنه نتمتع برحمة ومحبة الآب اللي ولا مرة العالم رح يعطينا إياها. اليوم كان يوم مميز لأنه دعينا المدارس، أكبر مدارس، مدارس مار يوسف، مدارس تيرا سانتا والمدارس الأخرى اللي أتوا مع الطلاب، وهي الفئة الأكثر بحاجة إنه نعتني فيها وننشر بيناتها كلمة الله، خصوصي في أعمارهم الشباب الصغار. فمنصلي لأجل الجميع اليوم من بيت لحم، نشكر بنورسات دايما على تغطيتها وجودها الحلو والفعال. الله يبارككم جميعا بداية زمن أربعيني مقدس. كل عام والجميع بألف خير. اليوم ببدء فترة الصيام في هذا الزمن الأربعيني تذكرنا بألم سيدنا يسوع المسيح، ولكن أهم من ذلك من التراب وإلى التراب نعود، وهذه مهمة جدا لنا جميعا في مسيرتنا الحياتية بكل ما نعطي في الحياة. في نهاية الأمر كل عام والجميع بألف خير، وإن شاء الله نصل لفصح مبارك. مبسوط للتقرب للصوم الأربعيني، حتى التقرب إلى الله، وحتى نعيش عيد الفصح المجيد مع يسوع.
في سياق آخر أقيم ريسيتال احتفالي في نفس الكنيسة بمشاركة جوقة الميلاد وجوقة بريستن دبل كوير الآتية من أمريكا وبحضور عدد كبير من المؤمنين من أهالي المنطقة ومن خارج البلاد. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.